أخبارها الشخصية بالشهرين اللي مروا كانت أكثر من أخبارها الفنية. بدأت حياتها كموديل وما خطر ببالها أبداً أنه صدفة صغيرة رح تحول مسار حياتها تماماً من بعد ما مثلت بمسلسل البشوات سنة 2001. وشهرتها العربية بدأت من مصر لما شاركت بمسلسل كلام نسوان، وكبرت أكثر من بعد المسلسلات العربية المشتركة مثل الإخوة، قصة حب، وآخرها جريمة شغف. نادين الراسي ضيفتنا الليلة بستار تراك. على إنستغرام عندها حوالي 1,000,000 فولورز وبتنشر عليه صور من يومياتها، وآخر فترة كل صورها بتبين إنها مغرومة، ومنها هالصورة من أجواء الكريسماس وجنبها تعليق عن الحب، فقالت أعيش بحب وأحيا بحب بقلب لا يعرف غير الحب تصبحون على حب. وقبل هيك نشرت صورة لهدية وصلت لها مع بوكي ورد، وكان واضح مين اللي بعتهم من الهاشتاغات: هاشتاغ سينجل تايكن، هاشتاغ ماي مان، هاشتاغ ماي هيرو. وبهالصورة شفنا ورقة ورد مكتوب عليها: إلى من عشقت نفسي معها، كل عام وأنت حبيبتي. وعبرت عن مشاعرها أكثر بخاطرة طويلة أنهتها بجملة: إلى نصف الآخر. على فيسبوك عندها أكثر من 2,115,000 لايك، لكنها مش كتير أكتيف عليه، فآخر البوست كانت من 16 ديسمبر من إيفنت حضرته. وقبل هيك نشرت مقابلتها في برنامج هوى الحرية وكتبت: معاً لإلغاء قانون العقوبات اللبناني 522. على تويتر عندها أكثر من 323,000 فولورز، وآخر ما نشرت كان عن التفجير اللي صار بإسطنبول بليلة رأس السنة. وقبل هيك نشرت صورة مع أخوها سيباستيان الراسي وكتبت: Another year and together forever.